فيك شاي؟ ها؟ انت فيك شاي؟ ايش تبي انت الحين؟ ما بي لسه فرقاك. انا مش فيك انت منفس؟ كله منفس؟ ايش فيك يا اخي مش فيك؟ ايش فيك طيب؟ مالك؟ قاعدين عليك يا عمو لا تصير بارد. قلت له خليك في السيارة، أنا بجيب الأغراض. اللي يجيبها. الثلج وينها؟ أنا مو قلت لك خليك في السيارة. دستور أنا اليوم أبي أروح البحر صح ولا لا؟ إيه؟ خلني أوسع صدر، خلني أخذ اللي أبيه. طيب طيب يلا تعال. أنت فيك شيء؟ خلاص خلاص راح. يا الله. خلصني في البقالة. الله يبرد عليك، الله يبرد. طب ليش اثنين؟ ليش اثنين؟ ليش اثنين؟ ليش اثنين؟ ما فيني شيء بس ليش اثنين؟ إذا ذاب ذا نستخدم الثاني. والله طلعت بها ما شاء الله عليك. طلعت بها ما شاء الله عليك. طيب. تاخذ ملابسك؟ اخذ البيابسي. يا الله الببسي صار بيابسي. وشو بيابسي دي؟ يا الله انا تعبت نفسيا منه والله تعبت. واحد يكفي واحد يكفي واحد يكفي الثاني. لا واحد يكفي والله يكفي. انا بحاسبه والله يكفي. ما ينفع كذا اسراف. ما بعدين انا ما اشرب ما ادري اسمه ذا. جيب لي جيب لي المراعي جيب لي المراعي. ماني مخرب بس انا ما اشرب ذا. بس هذا اللي قلت لك عنه من زمان والله اني احب. حرامي حرامي حرامي. اسكت اسكت جاصه. بس شنو حتى في البقاله صح؟ لا تخليني الحين صدق اتكلم جد. لا تخليني اصرخ عليك نفس العقبه. تتمخصر علي؟ ها؟ تتمخصر علي انت؟ الحين انا اللي اتمخصر ولا انت؟ انت تتمخصر علي. انا ولا انت؟ انت. انا ولا انت؟ انت. انا. ايه انت. انا. ايه. جايين نشتري الاغراض البحر جايب لي دباديب ليه؟ باخذهم والله ابيهم. ليه؟ والله ما لي دخل بقى. ايش تبي تسوي فيهم تسبحهم؟ لا ابيهم بس كذا عناوي. هذا وشو ذا؟ هذا دب الباندا. وذاك؟ وذاك دب الحصاوي. يا الله يا والله ماني دخل تحاسبهم. يا الله والله تحاسبهم والله. ليه طيب ليه انت بس علمني؟ اخوي عبد الرحمن طالبك وبيك الله يرحم لك تحاسبهم. ليه طيب؟ فانا قلت له طب ليه؟ قل لي ليه؟ بس ابيهم كذا عجبوني. تبي تنام وهم جنبك؟ ايوه انا حلفت عليك تكفى. لا ذا الدبدوب ولا ذا الدبدوب تاخذه؟ والله لا اخذهم. لا تحلف. دستور عاد ابيهم لا تحلف. والله ابيهم والله. تكفى طالبك طالبك وبيك الله يرحمه ويغفر له. تكفى بيهم تكفى بيهم تكفى طالبك. ليه يعني تستاهل تقول تكفى؟ ابيهم والله عيب عليك يا ابي. ايش بتسوي فيهم طيب؟ ابيهم انت ما عليك. ما في فهم ما فيهم فايده. بس كذا بحطهم كذا في غرفه زينه بس بس بس. يلا ننتظرك السياره. ها السياره. طب يلا يلا قام 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 يلا قام خذهم. يصير خلاص خلاص اللي في خاطرك يصير اللي في خاطرك. والله ترك الاغراض ولا يزعل. شو نسوي؟ ما نقدر عليه خلاص. يلا الحين ثلج ان شاء الله طالعين له مكان قريب. وين تتوقعون؟ انتم توقعوا الحين بوريكم بعد شوي. يلا 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 بسم الله بسم الله ما شاء الله. يلا نسكر الحين ومنتجين ان شاء الله للمكان اللي بنروح له. هذا حط شنطه كله حط شنطه. بجيك بجيك. ما اعرف ليش صراحه جتني تعليقات كثير على اسم هذه المنطقه. يمكن فيها بحر او فيها ما والله ما ادري. بس المهم ان احنا مرينا من عندها يعني شفت لوحاتها مكتوب يمين ومرينا مشينا. ما اول توقع القويعيه يعني جايبين اغراض البحر وثلج ومدري ايش. القويعيه ما تجي. اعذروني والله لاني ما اعرف اسامي المناطق اللي هنا في الجنوب كثير. بس كاتبين ناس كثير الدرب. الدرب وشو ما ادري. مو بهي اللي رايحين لها. لا احلف تعال. وين نظارتي؟ طلعها السوداء. ايوه سامي. ايه لا السوداء هذه غير غيذي هذه ثانيه. السوداء ما ادري والله. الله يقلع. تدري هو طاحت عند البقاله كم شريها؟